مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناه شوف تي في. تمكن فريق الوداد البيضاوي من انتزاع لقب البطوله الوطنيه الاحترافيه بعد فوزه على ملعب اذرار باكادير امام الحسنيه المحلي برسم الدوره 29 دون ان ينتظر المارد الاحمر مباراته الاخيره امام اولمبيك خريبكا المطارد المباشر. الوداد كان في الموعد وسجل ثلاثي عن طريق هداف البطوله الوطنيه الغابوني ماليك إيفونا، كما قدم أداء رائعا ولعب كمجموعة متماسكة وضعت نصب أعينها اللقب ولا شيء غير اللقب. الوداد كان معززا بألف الأنصار كانوا بدورهم في الموعد وأثثوا رفقة الجماهير السوسية فضاء ملعب أدرار الكبير ورسموا سويا لوحات فنية تأسر الأنظار، فصدحت الأغاني والشعارات وأناشيد الفرح باللقب 18 في سماء عاصمة سوس. العاصمة الاقتصادية بدورها ومنذ إعلان الحكم القزاز عن نهاية المقابلة بأكادير تألقت كل أحياء وشوارع البيضاء بألوان حمراء وبأغاني وأهازيج فصيل الوينرز، فكانت فعلا ليلة بيضاء في الدار البيضاء. لقب إذن لم يأتي من فراغ، فكان الاجتهاد والعمل والتركيز والتفاؤل والتحدي شعارات رفعتها القلعة الحمراء، فحضر الأداء الجميل والراقي وحضرت التيكي تاكا والأهداف الجميلة وكسب المارد الأحمر الرهان وعاد إلى سكة الألقاب. إدارة كثيرة العمل وقليلة الكلام ولا تظهر كثيرا تحت الأضواء، لكنها تعمل ليل نهار من أجل مصلحة الوداد ومن أجل كسب الرهان، وطاقم تقني يعمل بكل احترافية يعرف كيف يستثمر جهود ومهارات وحماس اللاعبين داخل الملعب، فكانت النتيجة اللقب 18. وحتى لا ننسى الأنصار، فجمهور الوداد كان خير دعم وسند، فحضر كل الملاحم التي مر منها الأحمر، كان دوما قريبا من اللاعبين فقدم الدعم المطلوب لهم وللإدارة التقنية، ورحل وارتحل وتعرض لهجمات شتى في الطرق، لكنه مصمم على كسب الرهان ورفعوا شعار كل شيء يهون في سبيل الحمراء. وفصيل الوينرز الذي أبدع طوال الموسم بلوحات قل نظيرها واستحق فعلا لقب الفدائيون. وداد الأمة والشهداء، وداد الفداء والوطنية، وداد المغرب، كله الذي وقف في وجه المستعمر حيث كان شوكة في حنجرة المعمر، لعب بكل وطنية وحمل علم المغرب في عهد الاستعمار حين كانت امتلاك علم الوطن وصور السلطان محمد بن يوسف جريمة تلقي صاحبها في غياهب السجون بل إلى ساحة الإعدام، فكيف لا يكون لقب اليوم اللقب 18؟ وبهذه المناسبة تقدم قناة شوف تي في بكل مكوناتها أحر التهاني للفريق الأحمر بهذا اللقب الجديد، فهنيئا للوداد والوداديين وكل مكونات الفريق الأحمر باللقب 18. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشة شوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آراءكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.